واخر حاجه بقولها ان ازاي يبقى برنامج نائب في الميزان في قناه مصر الزراعيه. بقول محدش يستغرب على العنوان، لان النهارده الزراعه والسياسه بقوا الاثنين مؤثرين في بعض تاثير كبير، ولازم قناه مصر الزراعيه تشوف برضو السياسه اخبارها ايه علشان خدمه للزراعه، هي ما خرجتش عن الطريق بتاعها. شرفتنا ونورت مكانك.